معكم الطالبة سمسن هادي. إن شاء الله هشرح لكم أحكام التلاوة في البسملة. أحب أشكر الله سبحانه وتعالى الذي منحني هذا العلم، وأشكر أيضا معلمتي رانيا ومعلمتي وفاء بالقاهرة، وأيضا أشكر الشيخ عمر حسن بالشاشنة، وأيضا أشكر مدرسة الشاشنة الثانوية التي منحتني فرصة لكي أقدم لكم هذا العلم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي لا هنا حركة الكف، يجب خفض الكف السفلي، يعني شفايف ما تكونش في وضع الراحة. ناخد الكف السفلي لإتمام حركة الكف. بي لإتمام حركة الكف. سين تكون بس. السين يوجد بها صفتين، صفة الهمس وصفة الرخاوة. أجي ريان النفس وريان الصوت. بسمي. الميم هنا أيضا حركة الكف، يجب خفض الكف السفلي لإتمام حركة الكف. بسمي. نأتي لفظ الجلالة الله. الله عند البدء بها تكون اللام مفخمة، ولكن عند الله بسم الله اللام هنا تكون مرققة، وأيضا لام لفظ الجلالة تكون دائرة بين التخفيف والترقيق، أي ترقق أحيانا وتفخم أحيانا أخرى. بسم الله اللام هنا لفظ الجلالة تكون مرققة لأن قبلها كسر هو ميم للمذكورة. الله اللام لفظ الجلالة هنا مستدلة بالفتح، أي يجب سكرها أولا ثم نفتحها. يجب مراعاة زمن الحرف المشدد مو حرفين، هنسكر اللام ثم نفتحها. بسم الله. يوجد أيضا من طبيعي حرفين بسم الله الهاء. الهاء من أضعف اللغة، من أضعف الحروف في اللغة العربية، وكمان مصدرها بعيد فهي تخرج من أصل الحرف، فيجب تقويتها. هنقويها كده بشوية هواء عشان يظهر الحرف ده، لأن الهاء من أضعف الحروف في اللغة العربية، وكمان مصدرها بعيد فتخرج من أصل الحرف كما قلنا. بسم الله. سمعت الهاء؟ الرحمن. الرحمن تبدأ بهمزة وصل. همزة وصل نبدأ بها بسم الله، ولكن عند الوصل أسكت مش هنطقها يعني. بسم الله الرا بدل الراء، يعني سقطت الهمزة الوصل يبقى الراء، نفس الراء. الراء أيضا حرف مشدد بالفتح وليس بالضم. بسم الله الرو هذا خطأ، ولكن بسم الله الرا وأيضا الراء حرف مشدد بالفتح، أي سكرت أولا ثم نفتحه. بسم الله الرا. الحاء. الحاء هنا ساكنة، يوجد أيضا بها صفة الهمزة والرخاوة. أجي روان النفس وغيان الصوت لكي نظهر هذا الحرف. هنعمل اسم الجن دون عشان نفرح حرف الحاء. بسم الله الرحمن. سمعتوا الحاء؟ هنعمل اسم الجن دون عشان نظهر هذا الحرف. ناتي الميم وهي ميم مرققة وليست ما، ما الرحمن وليست ما، يعني تسمع ان الناس تقول هذا يعني. الرحمن. يوجد من طبيعي حرفين أيضا عند الوصل، ولكن لو وصلنا يوصلنا أربعة أو ستة، يعني أنا قلت وصلين. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا عملت حرفين، ولكن لما قلت بسم الله الرحمن، ممكن أعمل اثنين أو أربعة أو ستة. نأتي للنون، النون مستورة، أيضا بها يعني إتمام حرف الكسر، ناخد الفك السفلي. يعني انا اعرف الفك السفلي، يعني مش هتكون شفاف ولا راحه، لا احنا هناخد الفك السفلي. بسم الله الرحمن. سمعت منه؟ رحمن الرحيم. الان في همزه الوسط ايضا، همزه الوسط تسكت في الوسط، ولكن نبدا بها ال. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء هنا ايضا شدده بالفتح، اي يجب ان نسكنها اولا ثم نفتحها. يجب مراعاه زمن الحرف المشدد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاء هنا مسكورة. الحاء هنا مسكورة. الرحيم. الحاء يوجد فيها أيضا صفة الهمزة والرخاء، ولكن ضعيفة لأن الحرف تظهر في الصفة ولكن لا تفنيها. يعني هنا في صفتين الهمزة والرخاء؟ نعم، ما تقولش مش موجودة، هي موجودة بس ضعيفة. إن الحرف الساكن الصفة لها أقوى، ولكن الحرف المحرك إن الحركة تضعف الصفة ولكن لا تبنيها. الرحيم. هنا أيضا إذا وصلنا للصورة، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. واخيرا الميم ليها صفه التواصل، اي الحرف الشفتين زمن يسير. ولكن لماذا؟ لان الميم ايضا من حرف بعيد، فلو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت مين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.